تعالوا نروح بقى لزميلنا محمود جميل من العالمين الجديد اللي هيقول لنا آخر الأخبار والفعاليات من قلب المهرجان. مساء الخير يا محمود. مساء الخير عليك يا ليلى ومساء الخير على كل السادة المشاهدين، برحب بيكم من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا بنتابع معاكم كل أجواء فعاليات المهرجان اللي موجودة في كل الأماكن المختلفة في مدينة العالمين الجديدة. وخليني أبدأ معاكي بالليلة الجميلة اللي عشناها كلنا امبارح مع الهضبة عمرو دياب، والحقيقة كانت حفلة من أروع الحفلات اللي موجودة في مهرجان العالمين الجديدة. خليني الأول أتكلم على حجم الإقبال الشديد اللي كان موجود الحقيقة امبارح. عايز أقولك كان في زحمة جدا سواء من المواطنين أو الزائرين أو محبي وعشاق طبعا الهضبة عمرو دياب، السيارات الكتيرة اللي كانت موجودة وعاملة ازدحام أمام منطقة اليو أرينا. لكن بالمناسبة يعني تحية كبيرة جدا لكل المنظمين، وده كان كلام الجمهور بعد الحفلة إن هم أشادوا بروعة وجمال التنظيم اللي موجود في اليو أرينا، سواء من الأمن طبعا أو من شركة تذكرتي. الحقيقة كان في إقبال شديد جدا امبارح على غير العادة، لكن الحقيقة كان إدارة المهرجان والتنظيم من تذكرتي والأمن كان منظم جدا، بحيث إن هم يعني يستوعبوا الإقبال الشديد اللي كان موجود امبارح في حفل الهضبة عمرو دياب. طبعا دخلته المميزة، والحقيقة إن هو امبارح عمل ميكس حلو قوي ما بين الأغاني الجديدة وما بين الأغاني القديمة. كنا بنسمع طبعا قمرين، كنا بنسمع يعني أغاني كتيرة جدا للفنان عمرو دياب من الأغاني الجديدة، وطبعا يعني كان في حالة تفاعل كبيرة جدا من الجمهور اللي موجود، وانبساط كبير جدا وحالة من البهجة والسعادة اللي موجودة بين كل الحضور. والحقيقة امبارح كمان لاحظنا انه في عدد كبير جدا من التنوع المختلف سواء في الفئات او حتى في الاعمار او حتى في الجنسيات المختلفة. يعني كان في جنسيات عربية امبارح كتيرة موجودة، والحقيقة عمرو دياب له شعبية كبيرة جدا يعني محليا وعربيا ودوليا، فالحقيقة يعني ليه شعبية كبيرة جدا. فكل الناس كانت مبسوطة ان هي موجودة امبارح في حفل الهضبة عمرو دياب، وطبعا الاستعدادات اللي كانت موجودة من إدارة المهرجان وكانت تليق بكل زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة. فالحفلة امبارح طبعا كانت جميلة جدا، والإقبال اللي احنا اتكلمنا عليه كان شديد جدا على اليو أرينا. طبعا الحفلات مكملة معانا، أو الحفلات الفنية النهاردة أو في الوقت اللي أنا بتكلم فيه تحديدا، الفنانة ديانا حداد موجودة في المسرح الروماني في المدينة التراثية، والحقيقة ده بيأتي بالتعاون طبعا واستمرار الحفلات الفنية المختلفة في المدينة التراثية ما بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. والحقيقة هنا في ميزة مهمة جدا، وهو التعاون المثمر الجيد ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما بين كل المؤسسات مختلفة علشان يقدموا تنوع مختلف للجمهور، وان يكون في تنوع بين المؤسسات وبين الوزارات وما بين الشركة المتحدة، بحيث ان هم يتيحوا لاكبر عدد من الزائرين ومن الفئات المختلفة والاعمار المختلفة ان هم يكونوا موجودين. وده يخلينا نروح لنقطة وزارة الشباب والرياضة او الاتحادات المختلفة اللي بتشارك في الرياضات المختلفة. كان عندنا الاتحاد المصري للاعمال او الرياضات التنافسية اللي موجودة، والحقيقة اللي كانوا مشاركين بحوالي 300 لاعب من مختلف المناطق ومختلف مراكز الشباب. ده بالإضافة طبعا إلى استمرار تنظيم رحلة اليوم الواحد التابعة أيضا لوزارة الشباب والرياضة. فالحقيقة في مشاركة كبيرة جدا من الاتحادات المختلفة، ويمكن كنا بنتابع معاكم الاتحاد المصري لكرة السلة ومشاركة الرجال والسيدات، ويمكن مشاركة السيدات في كرة السلة كانت مميزة جدا في مدينة العالمين الجديدة وعلى الملاعب اللي موجودة. ده هيخلينا كمان نروح لفعالية مهمة جدا كنا بنتابعها النهاردة، وهو سباق السيارات اللي موجود في مدينة العالمين الجديدة. الحقيقة نوع مهم لكل محبي وعشاق سباق السيارات،
اللي موجودين النهارده كان في مشاركه كبيره جدا من عدد من المتسابقين واللي بيحبوا طبعا سباق السيارات في انواع مختلفه من السيارات. كان في انواع مختلفه موجوده في سباق السيارات، كان في مشاركه من الدول العربيه، يعني النهارده لاحظنا في مشاركه من سوريا، في مشاركه من تونس، في مشاركه من العراق، والحقيقه كان في حاله من التنافس شديده جدا، ومن انواع السيارات الكبيره المهمه المشاركه في السباق ده، وكان في حضور جماهير كبير جدا الحقيقه. وده بقى ميزه تانية بقى في مهرجان العالمين الجديده، وخاصه في الفعاليات الرياضيه، انه كل الجمهور موجود في كل الفعاليات وفي كل الالعاب. يعني الناس اللي كانت بتشجع كره القدم هتلاقيها موجوده، اللي بتشجع الفولي بول والباسكت بول هتلاقيها موجوده، الناس اللي بتشجع سباق السيارات هنلاقيها موجوده، وكانوا موجودين بعدد كبير جدا النهارده بيتابعوا كل السباق. وفي ناس طبعا مغرمه بفكره السيارات وبفكره السباق، فالحقيقه كان سباق مهم جدا النهارده، وكانت فيه تصفيات نهائيه بتتقدم بمشاركه كل اللعيبه. ويمكن لما اتكلمنا مع المشاركين من الدول العربيه، يعني من تونس من سوريا، الحقيقه كانوا بيشيدوا بفكره وجود البطوله دي في مدينه العالمين الجديده، وان هم يستمتعوا بكل الاجواء اللي موجوده في مدينه العالمين، سواء بحاله الجو الجميله، سواء بالابراج، بالبحر طبعا في وقت فراغهم او كده لما بيحبوا يقضوا وقتهم في مدينه العالمين الجديده. فالحقيقه بيستمتعوا بكل المميزات اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده. طبعا الفعاليات هتستكمل في هذا الاسبوع، ويمكن الفعاليات مش مقتصره على الويك اند بس، لكن هنلاقي في باقي الايام طبعا هنلاقي في استمرار لفعاليات وزاره الثقافه فيما يتعلق بالفنون التراثيه والفنون الشعبيه والسيرك القومي. ويمكن كنا تابعنا آخر مرة فرقة أسوان طبعا اللي قدمت عدد كبير جدا من العروض الجميلة من الفنون الشعبية، وفرقة رضا طبعا للفنون الاستعراضية، وده كله بيتم طبعا في المنطقة الشاطئية. والحقيقة المنطقة بدأت اليومين دول ان هي تستقبل أكبر عدد من الزائرين، ويكون فيها أكبر عدد من الأنشطة الترفيهية المختلفة. المنطقة الشاطئية طبعا هو موجود فيها كل الملاعب اللي بتستضيف الفعاليات والبطولات الرياضية، بالإضافة ان احنا طبعا امام المنطقه الشاطئيه هيكون عندنا معرض الاسره المصريه اللي بياتي بالتعاون بين المجلس القومي للمراه ووزاره التضامن الاجتماعي. والحقيقه الممشى بقى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وحاله الاقبال اللي بتكون متزايده يوم بعد يوم، يمكن امبارح كمان بعد حفله الهضبه عمرو دياب كان في اقبال كبير جدا على الممشى، فاللي هو الناس بتستمتع بقى بباقي اليوم في مدينه العالمين الجديده. يمكن الصبح امبارح كمان الصبح كان عندنا فعاليات رياضيه مهمه 1 تو 1 والبطوله اللي موجوده لاول مره في مهرجان العالمين الجديده، بالاضافه لانه بالليل حفله الهضبه عمرو دياب. الى ان كمان عايز اقول لك ان في الامول امبارح كانت الدنيا زحمه جدا، فده يدل على مدى الاقبال الشديد من الناس في الاماكن المختلفه في مدينه العالمين الجديده، سواء ان هم بيستمتعوا بالبحر الصبح او حتى بالتمشيه بالليل او حتى الشوبينج اللي بيتعمل في الامول او في النورث سكوير. عايز اقول لك كمان ان بدات الناس تستمتع بفكره حتى التمشيه على الممشى السياحي، ويستمتعوا بكل الاجواء الجميله اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده، وانبهار الناس يوم بعد يوم عن التطور العمراني اللي موجود في مدينه العالمين الجديده. طبعا الفعاليات اللي لسه برضو مستمره معانا هي مسرحيه السندباد للفنان كريم عبد العزيز ومصطفى خاطر ونيلي كريم، والحقيقه كان في اقبال من الجماهير على المسرحيه دي نظرا طبعا لقيمة الفنانين الكبار اللي موجودين في مسرحية السندباد. وطبعا المسرحيات دي بتأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. وبالمناسبة الفنان عمرو دياب امبارح كان وجه الشكر للشركة المتحدة وعلى التعاون الكبير اللي موجود بين المتحدة وبين موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية. كمان هيكون عندنا هذا الأسبوع انطلاق بقى مهرجان الطعام يوم 15 أغسطس، هيكون عندنا مهرجان الطعام ومهرجان نبتة. وعايز أقول لك يعني أنا شخصيا واحد من الناس اللي مستني مهرجان
فنجان الطعام جدا، عايزين نشوف التجربة المختلفة اللي هتكون موجودة وأنواع الطهي المختلف اللي هيكون موجود هنا محليا وعربيا كمان. وأعتقد كل الناس هتكون مستنية مهرجان زي ده وتحب تشوف بقى إيه اللي هيكون موجود. إحنا منتظرين طبعا نشوف إيه اللي هيكون موجود في المهرجان وإيه اللي هيتقدم مختلف، لأنه الأول مرة طبعا هيكون عندنا مهرجان الطعام في النسخة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة. فطبعا الناس كلها متشوقة ومنتظرة تشوف مهرجان الطعام هيكون عامل ازاي، بالإضافة طبعا إلى مهرجان نبتة اللي هينطلق يوم 15 أغسطس، وعدد كبير بقى من الفعاليات اللي هتكون معانا إن شاء الله الأسبوع ده في مهرجان العالمين الجديدة. وأكيد هنتابع معاكم كل الفعاليات، مش هنسيب ولا فعالية، وهنكون أكيد يا محمود أنا بشكرك جدا وننقل لكم كل الأجواء الحلوة اللي موجودة في العالمين الجديدة. بشكرك على عرضك الوافي ده يا محمود الحقيقة، ومتابعتك معانا لحظة بلحظة لكل اللي بيحصل والمختلف الأماكن كمان اللي فيها أنشطة كتير، وزي ما أنت بتقول في إقبال كبير عليها من الجماهير المصرية من المصريين اللي حبوا يشوفوا مكان جديد ومهرجان فعلا بقى ليه بصمة على أرض مصر. بشكرك محمود جميل.